بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. باسي أو ما نكرك إنا لمعرز شك بكار بريه، يعني بور واندنا ويشك شك لا أبا. وقو آيتك فرمي ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. دوايا وكاقاتي وإنا مكنا له في الأرض، يعني شنك أوان لشك دان خلقك لشونيتي جياني أو لناو نشاني لشويني جياني خواهي قول أبوي بإنا إيهاني واتا أويك لستبدواو بسر إيواتي لاواتك لأما أو ذكريك وحدي دابو نيو سأتلو منه ذكرى ذكرك أما إنا مكنا له في الأرض. أولا أواجين يكا يكيقل تايبد من ديكاني ذي القرنين بو إيوا بناس أو أبو دسلا داربو فادشابو، يعني إيما دسلاتي سرزوي من بيدابو إتا أوا داستانك دريجة بيدادواي أوا. يا وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حضرتي موسى سلامي خواهي لسربي معجزة ما شاي فرعون دا لبانية ببوني معجزة كوا هرشان فرعون سلمينر نبو منكر بو بو حضرتي موسى. أما خواهي قولا لدلي قصاكا شن دلي فرعون شتيكي ترالي أو إيكا لروالتاني شاني دا شتيكي ترالي لدلا لبانية نوعك ترددي بيا شاية دسان ترددي شي نبي بلام لبر او شي وبر خردي فرعون خوي جورا ل قالبي سائلي متردده مترحيك معرفيك، يعني كانما امكسيك نيبو او كوا موسى لباري بيغمبريتي خويا وبيله نيازي بتاكيد هيا، يعني تاكيد لمرحله ضعيفه بو او قماني هيتي بالروي قمانكين بيني. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، من رسولكم للآن رب العالمين. وهاتوا جاء مجارة ديارة مبرد كيكيك لعلماء أدبي وتنحي صرفي وأوانيا جاري كابراكي متسل باري فلسفي باشا متفلسف فلسفي بو أمانة أشي بو لايو اعتراض لكلام عربي أقريا حتى لو أنا اعتراض لقرآن هيا. أو مثلا أقرأ إساء مبلين عبد الله قائم لقل إن عبد الله قائم ناتش فرقك هيا، يا لقل إن عبد الله لقائم ناتش فرقك هيا، يعني هناني أو إن يلسل أو جور جبلان اشتيكي بيهودية. ولي مبرد لنا قولك عبد الله قائم أو إخبار عن قيامه شاكا وهل فقد أوني خبر لقيامك أو أدي. أما كوتد إن عبد الله قائم جواب سائل عن قيامه أو جواب فرسيار كريك لقيامي أو، يعني كسيك كقيامي أو بونا سلماوة لو دا متردد آية بلي ويسابي يعني ويسابي فرسياركي كردوا بو أويتو جواب بيتو أو قماني كهيتي نيميني شاكا بو يكان علي إن عبد الله قائم. أم جال وإن عبد الله لقائم أما جواب كسيك كمنكر قيامك ويتأكيد بقوة بوأك حالبي على إن عبد الله لقائم. لو قلنا القرآن هيا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين دوان من دوان أعلم فكذبوهما أو دوانيانا نسبة درويان دابو دوان واتا او دوانيانا بدروزن نشان دا، يعني وانوان مذكر كوانا دروغن فعززنا بثالث، لما تأكيد ما نكردن بقوة ما نكردن بسيهمه جاكبون بسيه امروت يا إنا إليكم مرسلون إنا يق إنا يعني حربين. ولا وقت يكاوان إنكارا كان بوطري حجة وأجن نخيل يو بيغنبرنينو وما أنزل الرحمن من شيء خواهشي نازلنا كردوا إن أنتم إلا تكذبون بنفي وإستثناء أخذوا بقوتنا ولا بورد كردنا وإنكار جاء خواهي قولا أوان يعني أوان نقرأ كأوانوتيان ربنا يعلم
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون هم بعلم تأكيد يعني دروا علم كان ده تبال خلا أم جارة إنا إليكم مرسلون يعني نقول إنا إليكم لمرسلون لا بكشان في إزافة شن أوان منكر من حالبين بلا تبقى جوابه منكر كسك منكر قيامة كمي ودواء الشوت من إما أم موصول من بمعرفة ناوى هروكو معرف بأل أكريبو عهد بي وبو جنس يشبه تعريفي موصول موصول إج أكريبو عهد بي يعني وقت يكتو علي الذين شنكسي تايبت لنا زرع بي ومنظور بي أو شنكس تايبت بي وأشكري منظور جنس بي جاء أقر منظور جنس كجبو ديارة معمولا ألي جنسي واي مصحوبي ألكا يامن حيث هو مورد إشارة قرارك يعني ألك إشارة بو خدي ما هي تك من حيث هي يترب مجرد لأفراد كاري بوانيك أفرادها يعني أفراد بولا نزل ناجير هروكو مثلا علي الأسد أشجع من الثعلب واتا حيوان مفترس أما هي تا شجاعتي زياتر تيايا للروي لما هي الثعلب كحيوان مكارة شاكا لواتو منظور داني الشير لداني الشير باشت شجاعت لا أو تم بزنية منظور ما هي تكية حالبين جالي والا أو لألذين شاءت واني إشارة بيبولي مثلا ما هي الذي كمان ودواي أو أتواني لا معرف بألا ألك إشارة بيبو ما هي تك ولي باعتبار تحقق بملاحظي تحقق أو ما هي لزمني أفراده جاء لزمني جميع الأفراد به حاضري يا لزمني بعضك لأفراد بعضك نامعين فاشا ليرجد أم ألك أم موصولك لرهاتها إشارة بماهيتي أو أنا كناويان براوة ماهيتك جنسك ولا لزمني بعض لأفراد نامعين أقل وجنس به حاضري أريه جاء عليه سأم تعريف موصولة أكريبو عهد بي أكريبو جنس بي بلان أقربو جنس بو يعني إشارة بماهيتي إشارة في أكراوة كان يعني أوي كوا موصولة ككناية لبري أوان ولي لازمني بعضيك لأفرادة بعضيك مجهول بلان أبوي كان يعني تعريف الموصولة إما للعهد والمراد به ناس بأعيانهم يعني كومالي خلقي مشخصوا معين منظوره كأول دعائي خاتمش يعني لسر كفر بواوانا باشا وكو أبي لهب أبي جهل وليدي كل مغيره أمان خبيته وايا إن الذين سواء إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إيماننا يعني. أما دعائي أوا وهروها وأحبار اليهودي أو مثلا قولان اليهود كديار إيمان النهينا أمجال أولي الجنس يابو جنس ولي متناولا من صمم على الكفر وغيرهم بجوري كواب مثلا جنسك باشا بجوري كواب كشامل بحالي وايا شامل ابو كسانيك لسر كفر منه وشامل اوانج ديك الدواي لسر كفر نامينه اما فخص منهم غير المصرين بما اسند اليه باشا يعني جاك رياسو لا منهم لوانيك مشمول موصولك كمصر غير مصر إلى جرابه غير مصر كان لا جاك ريانا سو يعني أوان منظور نية بشي منظور نية بما أسند إليه بوي كوا إسناد ريانا ولاي الذين كفروا وكك سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون شن كوخيك إما أبينين كوملك إيمانيا هنا وندوايا لو كاتشا كوايات النازل وكافر بوين فزوانا برنكوتون ألبتا أشياء ما أوا فخص منهم المصرون أواب واي باشتر وحالبي يعني مصر كان أوانا كلس الكفر أمين نو مقصودي أم موصولة أم آية شاكا بجي بما أسند إليه بوي كوا إسناد درياب ولاي الذين كتشن خواي پروردگار لا يكون دعوة إيماني كردوا يعني تدي بين إيمان بيرن لا يكتلوا إتمنان على إيمان نايرن باشا پس اگر وقت اطمینان و ایمان نایارن ای دعوتک چه فایده ای کی هیو کات متوجه می کواتت مشاکه
أويا أبي فخص منهم المصرون بما أسند إليه منظور ليوا مصرون لنا وجمع مصر غير مصر لنا هم كافر كان مصر كان جاء كرانو كران مدلول أم موصول آية ليرا حاربي بويك إسناد لا ولا أما أوى دواي أوى دين سلم معنا كرنوي لغتي كفر والذين كفروا والكفر لغة سطر النعمة كفر للغة بريتية لدى بوشين نعمة يعني خاوة النعمة نعمة بكردي يعني بهرة تو بهرة يكل بيه قيوة يسألوا عليها بهرة كده خلاوة بإنسان قيبه راستوخو يا مثلا لكسي كيتره وبهرة كده فيه قيوة كأوجدار أو بهرة شبتو أقا نار راستوخو هر لخلاك ورويا كسي كرده بواسطة بوغاندني أو بهرة إذا كفر للغته بمعنى ستر نعمته يعني نادي دقرتن نادي دقرتني بياوتية واتكسيك شاكي لغل كردبي شاككي بشاريه و جايزة شارينا وكبه وبهر باسينكي يا بفيتشوانا لجياتي او كشاكي ترفك بلي خرافيشي بلي وأصله الكفر بالفتح وأصلي كفريش يعني أجر من حيث أصل لغة تماشاكين كفر بفتح كوهو الستر كأوي بني دابوشين ومنه خلال الزارع والليل كافر هر آل ووك كفر معنى ستر أدا بجوتيارو بشويش كافر أوتري يعني دابوشر چونك جوتيار تو أكا بجير أرزو بجير خولو وشويش بتاريك يكي خوي دنيا أكا بجيرو هو كافر مثلا قبلهم بصاري عبيت لو كف لكفروا ناية لكفروا دي لكفروا هاتوا أشكريا مثلا هلا شن أو ستري نعمد ناك هاد يعني بو قرع قبو بالبكرين لكفركوه هنا معنا آخرني القرآن يعجب الزراعة لبيشا يعجب الكفار إيش ما نيا باشا ككفار بلا زاري عليهم أم جارا ولكمام الثمرة كافور بكمام يعني ببوشش ميوة واتا أو شتيك أو توخلا يا أو قلايي أو غنشيي كميوة لنا أخويا أقريت برو داي أبوشو هابا سريو في أجن كمامي بو كمامي ثمرة أجن أما كافورة يعني دا بوشري كافور سيغة مبالغة وكو فاروغ واه حالبي يعني دا پوشري او ميوية ايو كافوري كبون خوشة حرامية او كافوري كبون خوشة نا او فرقي هاي لغل اما متواجبي او ماده اكي سبية سبية بون خوشة جاي لغل اما لوانيا او كافوري كبي الين اوش مثلا لأصلا توخلي نوع ميوية قبي كتوخلا كبون خوشة دو اي دين اي هارنو وردي اكنو لوانيا اوشر كمامي ثمر ربي بلام نهمو كمامي حالي بلا ديكا أمجار وفي الشرعي إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به ولل شرع دا كفر بريتيا لا باليننان يا ورنقرتن شاكا يعني بلي خون ناس كردن يعني نناس كردني أو شتيكا بالضرورة زور بأشكرا زانراوة چي زانراوة هناني پیغمبر پي واتا زانراوة كپیغمبر هناويتي درودي خوالي سربي حالبي بلان كسيك بي انكاريكا قبولي نبي با وصفي أوشكا زاني پیغمبر هناويتي شاكا أو پیغمبر هناويتي بلان مثلا پیغمبر هاتو ووتوتي باش هيا جهنم هيا ملائكة هيا جنوكا هيا ام بيجي اوانانية أما إنكاري شيء إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به يعني أو بالضرورة يعني مثلا نريد دليله نعم بدون دليل أزاني يعني ببين نظر وتفكير أزاني في غمر إنانتي حالنا ما علم بالضرورة آخر وقت وهي مسألة سكانينية حديث يجهيا لا سندي حديثك اختلاف بين علماء هيا باشا بري قالن مثلا سندي أم حديثا متصل بهم في غمره لا حديثك فرمودية مثلا في غمر فرمودي كي فرموا ليوا بعد كي جلس سرق وساغ نمونة وكسر ذاك متصل بوا في غمر درودي قال سلبي
او واساغ نبوتو لسروا اگر انكاري كان او انكارك اشتيكي كردوا كلم يعلم مجيء الرسول به بضروره شاء بعض الحربي بالضروره بجيء بيغمبر بوا نزاد العوا اج كواتنيا بمزموني بانكار كردني مزموني حديثي صحيح حق صحيح حديث عيد موردي زنه خلقنا بكافر لباسي معراجة مثلا قرآني في روى صريحة لواك في أغمرد ويقال سنة لما كوى تامس الأقصاد شوى أو شوى لما يبقى أسمان كان ربا حديثي صحيح ثابت بوا هل سنة سورة النجمة أما جوشي في أكابوا بلا مرة ثابت بوني أمانة بحديثي صحيح بوا على إنكارك فسق نامة كفر ولا إنكاري أو بكري كلمة كوى بمسجد الأقصى رويوا كسي إنكاريك كافر بيبي باشه مثلا اوكي ايما مسلمان يتوشي قرآن كما انا كينا وارزاني ايقا كسي مثلا مسلمان كافريش مثلا ايه ولا شكا حالي بي ان اوي بوشن در كي تحقيقك مثلا يا تحقيقك ديارة اگر تحقيقي كردو لتحقيق خويا قيبا نتيجة نتيجة قتل ساخبتو لسلا ايك حالي بي يا لسلا وساخبتو مسلمان بي يا لسلا وساخبتو لم مسلماني در شيء لم مسلمان نيتنا مسلمانيو هر که بالا سر کامل ساق بوی خوی عمره کایتر اشکال نیه خوالی نه پس هر چی که با آشکرا یعنی بدونی بیر لیکردن و بدوا داشون زن را که اما پیغمبری هنایتی کسی که اگر آو این کار که پی کافر آبی و اینما عد لبس الغیاری و شد الزناری و نحویهما کفرا لأنها تدل على التكذیب اي كسي سؤالك اي مثلا بوشيني غيار واتا مثلا لباسي لغير رمي خوي بارشي اتري فيا ادورن لس لباس زاهرك الى الركاري دلو بو اوي نشان بدا او مسلمان نيا يعني مثلا زنار كعبارة لا باتيك يا بنيك بنيك بنحوكي مخصوص كاي بس نفشتيان بو اوي نشان بدا كاما مثلا اهل كتاب ومسلمان نيا او بوچی با کفر دادن ری خو او مثلا انکار نیه با اشعالین کفر آخر با لبسا با کردن برا چاکه با اشعالین کفر ولو مسلمانه کش کربیت یا باری باشه ایجن او کفر با کفر دانی لحال که او انکار ما علمه بی ضررت مجیو الرسول به نیه که اتا ام تعریف انعکاسی نیه یعنی اطرادی ها چون أما كل يعني هل شيء إنكار ما علم بالضرورة ما جاء الرسول به رسول به به أو كفره ولا لولا أجان هل شيء مثلا ناودير أكريب كفر إنكار ما علم بالضرورة ما جاء الرسول به يعني لحالك قاعدة معرف لقى المعرفة للحاز الصدق أشياء مساويبا يعني تساوي كليلة بين أنابي تعريف بقى عام دروزنية تعريف بأخص دروز نية باشا تعريف بمباين دروز نية أبي حتما تعريف بمساوي بين الرانجي صدقه كواتا أم تعريفة بغي تعريف بمساوي نية يعني معرف أعم لمعرفة نعم معرف أعم لمعرفة معرفك كامية إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به هي دي معرفة كمان لواء كفره هاي سمت واجبي كفر عام تلا لو إنكاره شن هم بو إنكار أو تري كفر هم مثلا بلبسي غيار وشدي زناريش أو تري شيء نحوي أوانيش أو تري كفر عليه نه والله وهل لا أصل واية هل إنكار ما علم بضرورة يعني كفر مساوية لقال أوعى نه إنك عام تربية لو تعتبر والله تعريف بقى عامة حاضري يا أما تعريف بقى خاصة مثلا عليك شن أجر إما كفر بقى عام دان كفر كم معرفة فزي ما تعريف من بقى خاص كرد أو كاتم جكاكا بو هروي على لي انها تدل على التكذيب شنك ام مثلا لبسي غي ام غيار وزنار وشيوشي امانه دلاله لسر تكذيبك يعني دلاله اكن دسر او كبوشري اوا يعني او كسي كاو نشاني بيويا اما نعوذ بالله نسبتي كذب ذات فلاي بيغمبر درودي خويا لسر بو هل او خوي دلاله لسر تكذيبك كاكا ألف إن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم شنك أو كسيك تصديق في غنبري كردبية لا يجترئ عليها شاكا بلي بلي
بله آوا هنا جرأتنا کالا سری و تا هیچ مثلا تو نه جرأت کالا سری آوا بسی با خوی و آمانه باشه دای لا يجتري عليها دهي بخنو لا أنها أرر ظاهرا آوة ثانية ظاهرا جلأتي دي بسريا لا أنها حالي لا لأنها كفر في أنفسها نقلب أو في بيجين كفر هل لنفسي خيانا كفر بس في أنفسها كفر ني حالي لا حتى وكتو أو هل وشيرين تبيجي أأمان كفر جنو كشي إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به نخلي أصلا كفرني نوا حاضر ديل دوائية بو اعتباره شن دلالة تكذيب بردو ما نتك أن ما من شيء إنكار بويا كفر حاضر إيش كارني يا أخوي أها أم جار ديارة معمولا مشتو مريك هر لسنة إسلام و باشا فيا أبي لبيني زنايني مسلمانة آية قرآني فيروس مخلوقة يا غير مخلوقة حادثة يا قديمة متواجبي كومالا شنك أم إصطلاحا للدوراني بيغنبرو لسردمي صحابيا درودي إخوالا سرقشتيان بي مترح نبوة كازباسيليا ونكردو أوانا زوريق لمسلمان كبأهلي سنة معروفا خوان أبوير لترحي أو سؤالة إجن شتيك قرآن باسيليا ونكردوة لقال أوشا هيج ضرورة كيمياء هيج أمريكي ديني متوقف لسن أوانية أمش تبوشي مترحكين شكو شبه لبيني مسلمان أنا بوجود به حادث غير حادث أوان لقال أوشا بل المسألة مترح بو كومليك قائل بحدوث قرآن بون باشا أوانا بمعتزلة مشروعين لا أصلا أو معتزليانا كسان يقول كلا أهل السنة جاببون وو گروه هکود سیکان نابو بیک و برگل زمان کان لعنتی حاکمیت و خلفای عباسی و تقویت دکران و آمانه دسالاتی که جورشیان گرت داس فرشم آوانه پیان وابو ک قرآن حادثه ولسر ام حدوثی قرآنش استدلال یانکر هر وکو آوانی تلسر قدیمی قرآن او برانبری آوان آوانی استدلال یانکر دو آوانه بلان ديارة ترحك أمان نيان كربو أمان كآن القرآن القديمة ترحي سؤالك أن نكردبو أمان بونك ترحي سؤالك أن كربو زياني خلقيان مشوش كربو لسرو أو موضوع جايك لو دليلانك أوان أيان هنا يوان أو فعلان بونك لقرآن في روزاب فعل مازي هاتون أيان هر فعل مازيك باشا اقتزاي سابقي مخبر عنه أكا بس وقت كتوالي إن الذين كفروا أبيك ثاني بوبن برلوا كام إن الذين كفروا بيتعاروا كفر كام كردبه جادوا أي خوا خبري لو كفر دابي ونيا قال موسى أبي بلوا موسى بوبه تأخوي جورا وجبتي موسى بوبه وقسيك كردبه تأخوي جورا بيه أوي موسى جردبه قال موسى حالبي فس وقت كداوي سابقي مخبر عنه أداء ما سيتو علي إن الذين كفروا يا يجي قال موسى أما خبر هل خبرك أدري أما خبر درس كلامي إخوان ولي خبر وايو خب أجر خبر أبي مخبر عنه يلو بربوبه تاب مازي تعبير لبدينه أين أجر لو بر مخبر عنه نبوايا مثلا خواي قولا يفرموا إن الذين يكفرون أجر بيفرموا إن الذين يكفرون مخبر عن وكان باشا لاحقة بالمكلامك مثلا حديث معناه على يأتي زمان زمان يقدر أو بيعبي أو ودي أو أنا متوجبي أو أجر أو إشبوهي مثلا إذا كان مزارعك دلالة لسر حدوث ناكا ولي شنك مازيك وتاني شنك مازيك استدعائي بو سابقي مخبر عنه هيا حالبي درأك بيك أبي قرآنك حادث بيه شنك أم كلامي خوا دواي هنا كهاتوا دواي أو مخبر عنه هاتوا خبرك إلي داو خوا معلومك مخبر عنه كسابقة خوي حادثة شاكة أم يجد دواي أو هاتوا أبي هربة يقول لا حادث بيه أو أما أو برام جوابين داوتين باوجا كلام دو بشا بشكي نفسية بشكي لفزية بشكي لفزية
باشا أوي كوا لفظية كياتي أو حدوسك أو أجريتو حالبي ولي أوي وعي ميجن قديما نفسية كيا شنك أجر خواي برورد قال استديار بر لويك بفرمي إن الذين كفروا شاكا معناي كفرك كا أو قوم كرديانا للا إخواهي شاكا لكي ولا لا إخواهي خو ناكرين بلن دور روج أخواهي زانيوا صالك زانيوه هل للا يبوا وآ فزو قديمة حالبي أي كام حادثة تعلقي أو كلام نفسية شاكا بحادثة كو أو أبيته مثلا وقت يكاوتي إن الذين كفروا يعني أو معنى كلا خدا موجودة لوقتي وهي معنية كم إن جاء دوايا وكخداي تعالى مخبر عنه وكي دروس كرد شاكا أو معنى كلا خدا موجود بوا تعلق أبسية بو مخبر عنه هو أو تعلق حادث فزمازي دليل لسر حدوثي أو تعلقه نلسر حدوثي أو معنى نفسية كعبارة لكلام نفسي أليس متوجبين؟ أه. ويلا واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه. معتزلة كان احتجاج ينكردوا بويك لقرآن هاتوك بشياتوا بلفظ مازياتوا احتجاج لسر شي كردوا لسر حدوث قرآنك بو لاستدعائه سابقة المخبر عنه. شنك أم لفظي مازية مستدعية كمخبر عنه بر لمازية كبوبيت شن مازية كخبرها أما وأجيب بأنه مقتضى التعلق أما جواب درياسو بو أو استدعاء لفظي مازية بو سابقي مخبر عنه باشا مقتزاي تعلقه يا هل مقتزية مقتضي التعلق حربي آوة تاني بله يا أكره هي بأنه هو كبر توبه حدوسك يعني أو حدوسه مقتزاي تعلقها باش يعني تعلقك داوي أواك أو وتأو تعلق كلام نفسي يعني مثلا أو كلام نفسي أو معنى إن الذين كفروا أو معنى كفرك لأبو لهب وصادر أبيه معنيك للا خدا موجودة هتا أو واختيك كاتي دروس كردني أبو لهب دي وكاتي ناردني پیغمبر يك دي وق محمد درودي خوايل سربي كاودي جاء امجار دوايا وابو لهب كافر ابيه آلو كاتدا زماني تعلقي معنى كي لا اخوايا بم حادثه وكمخبر عنه وكيا حال بلا بس كواته واجيب بانه مقتضى التعلقي جاكاك جان او استدعايا كلفزي مازيا كاي كابو سابقي مخبر عنه أو استدعايا باشا مقتزاي تعلقك يعني تعلقي معناك بمخبر عنه وكو باشا أو اقتزاي أواك أو مقتزاي تعلق يعني أو تعلق أو اقتزايا كربلا فاز تعلقك مقتزي بو أو استعداء باشا استعداء استدعاء متواجبك هكذا جان وحدوثه وديارة حدوث تعلقش لا يستلزم حدوث الكلام كواتا يعني بيانا أم دليليك إيوة يعني ما لفظ مازي كان قرآن أكن بدليل لسر حدوث كلام الله أو دليلكتان باشا ناتوانين لقل مدعاكتان بيتوا واتا دليلكتان إثبات مدعاي بينا بي. كما في العلم باشا هرو كل علمي خواي پروردگارا مثلا سكاني او هلسو كوتي كمن انجامي ادم لوقتي كيشان نبوم خوا هر علمي بو هلسو كوتي من هر بوا حالبي منتها اويك حادث ابي دواي هاتني من علمك اخوا تعلق ابسي بهلسو كوتكي منه او تعلق حادثة جاء امجا فرموي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم يعني أو بباورانا ويكب أوان بيان ترسيني يان نيان ترسيني شاكا يعني بلا وما تركيبك أجي أم سواء خبر إن
حالي يا هر جملة كبا سرقوا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذكر ما خبري إنه جاء شون التحليل يا جاء شون خبره وسواء اسم بمعنى الاستواء بل سواء اسم مصدر معنى استواء ده استواء مثلا باب افتعاله نعت به حتى كمصدر شاء لجيجي نعتى بكار بريالة يعني وكسي فده يعني مثلا سواء لجي مستوي بكار بريالة كما نعت بالمصادر هل وقع أو نعتى بمصادر كما سوق والله زيد عادل كما عادلنا شاكا أبتا أم نعتيت أكري أما منظور تنها نعد نية منظور بي حملة خبري هرب باعتباره هذا بيت وصف زيد عدل يا مثلا رجل عدل بيجباها بيت وصف واقعا قال الله تعالى خواهي قوري أفرميه تعالوا يعني روبروي بباوران يا واتا أواني كباور يعني بآيني فيروزي إسلامية بلان هشتا خواهي قوري بانيانك تعالوا بين يعني هلكشين برولاي إيما أولي واقع يعني إيما لمستوى ولآستي برزاي إيوة لنزمائية ممين هلكشين برولامان باشا إلى كلمة هلكشين برو كلمة ناغلة برولاي إيما ألي هلكشين برو شيك برو كلمة أو كلمة سواء بيننا وبينكم لنيواني ايمو ايوالا ويقوايا مثلا يكتا پرستي كيك خدا ببي باشا خدا پرستي ايمو لسر او كلمة توحيدة كوكي بونايان لسر او كوب بينو لنزيكي يكوبي باشا چونك اگر اوان لنزيكي يكوبنو امانا مسلمان كان استدلالا كان لسر رسالة في غمبر دو جوغال سنبيل اواني لدليل بلغة كان تيه فكرن سابش كوبا يندر كامش في غمبر اخوايا اما لشر كردنو دور وازويسانو دجمناتي او جورشتانو دور كوتنو زياتر فراهم ابي تعوى بويا فرمي سواء تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم برو او كلمة فالسواء بمعنى مستوي يعني الى كلمة مستوية بيننا وبينكم يعني بين لسر خالها وبشكان كوب بينو اگر هلك شاينو قشتمان شنا تانية منظورة ويان هتاوكو لسر خالي جياواز بمياني نوا ايما لسر خالكي جياواز بين ايوا لسر خالكي جياواز بين قشت ما نزمي باشا ناتواني برزي بدز بيرين ولي تعالوا الى كلمة هلكشين برو كلميك كأو كلمة سواء بيننا وبينكم خالي هاو بشا لبين معنا اگر هلكشان برو او خالة هاو بشا قشت من سركوت المدازيري متواجبي يا جاء مجال عليه خب خبر إنه وسواء اسم بمعنى سواء رفع رفع تلمني مرفوع يا هل رفع على إخوانه باشا مرفوع كريا سواءك بأنه خبر إنه أي أجر يعني أجر سواءك خبر بيبو إنه باشا أي ما بعدك يتكاره أأنذرتهم أو تذرهم وما بعده مرتفع به ما بعدك أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهما باشا مرتفع بوا يعني مرفوع بوا به بسواءك على الفاعلية باشا لسر فاعلية يعني آوائل يديتوا كأنه قيل إن الذين كفروا مستوي عليهم إنذارك وعدمه يعني وعدم إنذارك شاكا يعني أوانيك بباورن وجيك لسريان ترسان دنيان بيبي يا ترسان دنيان بيندن شاكا يعني بيان ترساني لا عاقبتي او كفريك هياني يعني ان ترساني متواجبين وبانه او بانه يا مرفوعه نبويك سواء انك خيبه خبر بويك خبر لما بعده يعني او انذرتم تويل ما سربه انذارك وعدم انذارك سواء على جيبه هنا لدواي همزه تسويه وقراري باشا على اظهارك يا ايه او شو اني كذا
دواي همزة تسويه يا لشوينك كأجر فخلف زكي إلى ذكري إذا قيل لهم آمينوا يعني لبه آمينوا مثلا حالي ببرا وتبيا بتنفر بوتناي فاعل بل بأنه خبر إنه ما بعده مرتفع به على الفاعل كأنه قيل إن الذين كفروا مستوى عليهم إنذارك وعدمه أو بأنه خبر لما بعده بمعنى إنذارك وعدمه سياني عليهم سياني سيان جمع سيون تسمية كرياس وحالة دي جمع سيون نانا تسمية سيون عني لا سيما سياح السيان بنا مثلا يعني مثلان يعني وقفوا وذكره وحذفه سياني فذكره وحذفه سياني متواجب سياني عليهم فالسيام بالتثنية شيء سيان تثنية سيونة دي سيون سين يكو يكي مشدد الفنون بيوانا بيت تثنية سيون ملي جاء ويش سيويو سيونة سيويون يعني واو يكو يكا ولا سابق واو بيكوبون سابق لوانا ساكن بوا كردو ما نبيه والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد بي أها إتأما بحكي شنية في ترمان بوا كاليرا أي باشا قل أو إنظارك كيم با مبتداو سيا كيم با خبرك أبرا خبري إنك شيا أرجع خبرك جملة كيم بسريكو يعني أو سواء نيا أخذ سواء بوا مفروض تسيا وشتا فرقينية إنذارك وعدم إنذارك سواء عليهم إن الذين كأبت خبري إنا أو جملة بسليكم بلى جملة بسليكم بلى كثير سؤالك أجيباوة ليردى فعل كردبا مبتدا فعل كي أبيت مسند إليه مثلا تقول لها كامك أأنذرتهم ببيي تعبيري يكم بوچوني يكم كرمان بفاعل ببوچوني دوهم كرمان بمبتدا دي فعل كوابة مبتدا وتواجب الله مشي؟ مالي أها إن جادواي أوا يعني بعبارتي كي شون يتفاعل بعبارتي كي تربع عام تلوان شون يتمسند إليه يعني فعلنا يتمسند إليه الله يبالي راسة والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه فعل تنهى زمان يق ممتنع إخباري ليدريه يعني ببيت مخبر عنه آخر فاعل يجبه المخبر عنه هو مالي أو عالم بلا مالي شاكا إذا أريد به تمام ما وضع له زمانك إرادي بيا بكري إرادي هم موضوع له وكيف بيا بكري موضوع له فعل حدث نسبة زمانه شاكا يعني أجر زماني حدث نسبة زمانه تنا حدثك مستقلة آخر مثلا فعل أو حرف غير مستقلة باشا إثم مستقلة واستخلالك استخلالي تامي هي ولا فعل مستقلة وأما هم أجزاكي مستقلية نسبة غير مستقلة شو رابطة بين دو شيء زمان غير مستقلة بعزم حاولوا كذلك على سبيل شن كمثلا بهالحال يعني أو شن بالي نسبة بالي ارتباطي لغة زمانك أوش زماني مبهم إيش أوش مثلا غير مستقلة خب هم زمانك غير مستقلة هم نسبتك غير مستقلة جاء أدوانا أجر غير مستقلة حدث كامينته ديلي واتو بيجي فعلك بكيب مبتدا يا بكيب مسند إليه بلين أو كأبي بمسند إليه لروان جي مفهوم أشياء مستقل به لأخوة أو مستقل به باستقلالي تام يعني استقلالي تام به أو استقلالي تامينية حالبي ألا من يفهم ما لو كانت هناك اللي بتمسند إليه ويلا والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له أما لو أطلق أما أقل فعل بمطلقي ذكر كريه ولو أريد به اللفظ إرادي لفظ كيف يا بكريه أو مطلق الحدث شاكا يا مطلق حدثك في إرادة كريه كان مطلق حدث المدلول عليه ضمنا يعني أشكري المدلول صفة حدثك به يا صفة مطلقك به المدلول خبريته حالبي يعني كان حدث في إرادة كريه أو حدثي كم مدلول عليها ذا زمنا شاكا مثلا شون يعني مدلول زمن يكي فرذن لفظك كسي مدلولي هيا لسيانك تو تنيا دانيه إرادك جا شون يعني استعمالي لفظ لمدلولي تلمونية نا لمدلولي مطابقية أو أنت متواجبين؟ أولا باسي جاري تيش باس من كردوك
استعمالي لفظ لملموني تلموني يعني مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء على آخر القراءات شكاية أين أخوال أصلا إنما يخشى الله من عباده العلماء بلام إنما يخشى الله من عباده العلماء إجي خشيد باشا لأصلا بمعنى خوف سامة شاكا يا خوف تجليل آوى بيجي خوف تجليل تجليل من رزلي قرتن شاكا ليرداك وقت يا وتمان إنما يخشى الله من عباده العلماء هل كان كاية وليك وتمان إنما يخشى الله من عباده العلماء باشا إما فقد ليوا خشيت من بوشي بكار هناوا بو تجليلك بكار هاوليا يعني خدا تجليلي علماءك نبي أنا ترسي وهذا اللفظ بكار هاوليا بو مدلولي تلموني نانا مدلولي مطابقية أيسا متواجبون؟ نعم لأنشا يا برأي المطلقي حدث من منزورة أو حدثي كمدلول عليها لازمني مجموعة كلا جاك أو مانا إلى ذكرتها بوشي مثلا تنيا لفظك إرادك يا تنيا حدثك إرادك لفظك أنا ولا بو تنيا حدثك إرادك ولا على الاتساع يعني على الاتساع المجازا توسيعا ليلة كلاما فهو كالاسم في اللافة والإسناد إليه جاء ويجوابه هناك نبوتي وإن بارب أما لو أطلقا أما لوك وأريد به اللفظ أو أختر كالاسم فهو كأوتفع الوقت اسمها به لشيا في الإضافة لودا كتناند أشبيت مضاف إليه فعلك وتناند إسناد شيب ولا أدري وكوشي هذا مثال مبينه مثلا أمك بالي بيت مثلا إرادة لفزكي في بكري وقول الله تعالى كفر وإذا قيل لهم آمنوا يعني لفزي آمنوا سواء آمنوا نايفعين بو قيل حاضرين أولا لواء مثلا إرادة لفزكين فيها كريارة فزوال درسته يا وقول يوم ينفع الصادقين صدقهم يعني يوم نفع الصادقين صدقهم باشا يومك الآن أو ينفعوا بوتا مزاف إليه وكو اسم وكو نفعك شنك فقال لواء ما الزمان فاعل ما نقربني إشكالا يخو يا وقولهم قولي على بكارين تسمك زر المثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه يعني سماعك بالمعيدي حاضر لا الآن ليلة دا أصلا ليلة إذا فكر يا أصلا بوتا مصدر بوتا مبتدا سماع أو تسمعوه شنك فقط سماعك إلي يقرين ليوا حاضر فس كواتا أقر وقت فعل إرادي هر لفزك كرا إيتر منظور من خصوصيات فعلك نبو يعني إسنادي ولا بينيان إسنادي بين ولا إشتيا منظور من أو نبو هر منظور من لفزك يبو أو أتواني بغي مسند إليه به أو تلا وإذا قيل لهم آمينوا لابتنا فاعل حالبي فزبوت مسند إليه لا يوم ينفع الصادقين يوم ينفعوك بوت مزاف إليه شاكر شو لأ مدلول حدث إلى ذكر يعني مدلول حدث مدلول عليها ك إلى ذكر يا نا مدلول كانتري وكون نسبة زمان وأمانة بن يعني ليش دا هر فقد مدلول يعني لا تسمع بالمعيد يا فقد حدث مدلولك إلى ذكر يا أي باشا أجر وايا ليوا مثلا ما تو عسى أأنذرتهم أم لم تنذرهم باشا قال رأي ما شيء من إلى ذكر ليه جاء مطلق حدث من إلى ذكر دوا هل إنذارك حالبي هل إنذارك ما لنا ذكر قرت ذا كديارة وقت إذا فش ما كرب ولا الله ضميري مخاطبك كتيام مستيرة بلام كشغلي مستريقر أبي بس أبي بكافة وقت لو يعني لو خبيلية أو أم جارة بعض وبوشي وإنما عدي لها ونبوشي أقوايا لمصدر وبوشي لا دراب ولا لفعل لمصدر ولا فعل باهر مصدر كما بكار هنا دوايا ما أويك مناسب بيلي شبه بفاعل شبه بمبتدا مصدر مناسبة توشن ناتشاري مثلا بكيت فعل دوايا فعل لك اشتبه كيت ومصدر بو هنا عبارتك أبي أما نكتيك تيابيك معمولا لرا فعل تيابلي قالوا إنما عدي لها هنا عن المصدر إلى الفعل بويا لا
مصدر ولا دراب ولا فعل لا لما فيه لبر أوشتي كلا فعل لا هي أوشتي كلا فعل لا هي شيء من إهام التجدد شن تجدد أخاته وهم إنسانه يعني الرال قرار إن ذلك هيتا وبصا لسر يقبيان تسيني هرسو ديني ولي أقر مصدر وهي أوين دقاء وبغي وحسن دخول الهمزة وأم عليه ولبر مثلا جوانبون وشاقبون داخل بوني همزة وأمك عليه لسر فعل يعني ليواء مثلا سواء شنو أو بهين هاتوا لا أصلا استفهام هو آخر أأنذرتهم أم لم تنذرهم أني همزة لقال أما دي أم جارة أقر مثلا أإنذاروك أم عدم إنذارك بو اسمنا مناسب بو. مناسب هي بلعم بالحال لقال فعلا مناسب تريك وحسن دخول الهمزة وأم عليه بو لتقرير معنى الاستواء وتأكيده باش استفهامك شو فايدك بو شو استفهامي تيايا بو همزك وأمك داخل بصري بو أوي معنى استواك كقابل فهما هم تقرير كريا هم تأكيد شي لسر كريا توا متواجبين تقرير كريا بدارشين عبارتك تأكيد كريا توا بوي بذكر فعلك كتجدد قيالي فإنهما يعني أو إساء أو همزة همزة كالسريتي لقل أمكلا جريدة عن معنى الاستفهام رود كريا لما معنى الاستفهام كان بيو نيوي على لمجرد الاستواء تنها دان ريان بو استواك أخي جاران بلي مثلا أخوان هم استواء غير لتعينانية مثلا إذا بلي أقعدت أم أقمت أم قعدت أقام زيد أم قعد باشا يعني تور جوابك هل كان مكان بني مساريه من سؤالك ب أم ب أو همزيا لشي لدوش الأكريكا مساوين يا لشيء كبونو نبوني مساوي به فاز مساوي كان عين سؤالك وقابل فهمه أما وكرود كريا على معنى استواء تنها لا معنى استفهام دان رياب واستواء وقوايا باشا دو جار من بكار هنا بهو استواء جارت مشاكا هم استفهام يا جيان هم استواء يا جيان إيسك معنى استفهام فينا فقد استواء جيان يعني أو بشي استفهامك شنية كأيجيان دا تسر استواك بوي على أو تيايا تأكيد تيايا تقرير تيايا بل كما جريد الحروف النداء عن الطلب لمجرد تخصيصي هلوكو جاري واهيا مثلا حروف نداء لطلب رو تكرين طلب إقبال خل حروف نداء بو طلبه ولبرتي لبر خات التخصيص آخر نية زمانية كأقر توبان نذكر لك سيارة رجل بويا وكياوا روب كاتش يعني يا زيدو مثلا لو كاتا هم تخصيصي تيايا هم طلبي إقبالي شي تيايا شن بانك مخلوط بأو شخصية طلبي إقبالك يعني تو إقبال يك شخص تقرك كطالبي إقبالي حالا بي بلا مجاري وهي نيداكي لينا بلين مثلا شون وكو كابرايا قباريتو لأخوة يقول اللهم اغفر لنا أيتها العصابة هو ختامنا قال لك عصابة عصابة يعني كومل خوايا لما نخوش ببا باشا كأم كوملي باشا خواه ليمان خوش ببا أعلم كوملا يعني أعلم دستايا خوش ببا وكو مثلا على أنا أكرم الضيفة أنا أكرم الضيفة هذا الرجل يعني أيها الرجل يعني أيها الرجل وذلك أبقنا في هذا ما سمعنا ثانية أنا أكرم الضيف أيها الرجل لو أنا توي إحساس كمن أيها الرجل كبتوعلم نخيم الرجل مخوما باشا عليم. أنا أي أكرم الضيف من رزمي وأنا أكرم أيها الرجل أما أم بياوا وقبل بياوا أمايا أول ما رود كريا على معنى نداء ليلة شلم كاتي استوادا أم همزة وأم رود كريا على معنى استفهام فقل استواء بكار بريا متواجبين ها بحش موفق إن شاء الله. دينا سر إنذار.